لماذا تأخرت تهنئة البيت الأبيض في نظرك؟ يعني بطبيعة الحال نحن نعرف موقف بايدن منذ قبل الجولة الأولى، نعم، عندما قال يجب أن نتخلص من أردوغان، ولكن بعد الفارق الكبير الذي وضعه على الرغم من عدم وصوله إلى نسبة 50 قام بتغيير رأيه وقال نحن سوف نعمل وسوف نتفق مع من يفوز برئاسة الجمهورية. واليوم بطبيعة الحال يعني ينتظر قليلا حتى يهنئ، وهذه دلالة سياسية أنه ليس من أوائل المهنئين كأذربيجان وكقطر وكدول هنأتهم في الدقيقة الأولى. يعني بحاجة إلى تركيا ودور تركيا في المنطقة، وتركيا قوية في المنطقة، ومصالح أمريكا طبعا موجودة، وبحكم الوساطة السياسية التي تلعبها تركيا في الحروب بين روسيا وأوكرانيا من جهة. قد يكون من المجد أن نتذكر أن بايدن تعهد في حملته الانتخابية بمحاصرة أردوغان، نعم، حتى نعود قليلا إلى الوراء. نعم، بصريح العبارة، وهناك يعني مقاطع واضحة، وهو في اجتماع ويقول نحن يجب أن نتخلص من أردوغان ويجب أن ندافع عن كليتشداروغلو.